إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستمسكوا بدينكم حتى تلقوا ربكم وأنتم على هذا الدين العظيم. عباد الله، إن أعظم ما يتذاكره المسلمون ويتعاهده أهل الإسلام أحاديث رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير العظيم والكفاية لمن تأملها وعمل بها. ومن ذلك يا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. وفي رواية قال: وما يعذبان بكبير وإنه لكبير. وفي رواية قال: وإنهما ليعذبان بلى، أي بلى إنه كبير. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي غير الصحيحين لا يستبرئ من بوله. وأما الآخر فيمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها بنصفين وجعل كل قبر منهما عودا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، سنذكر شيئا منها. أولها أن هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كشف له الغيب في هذه الحادثة، وهذا من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه يطلعهم على بعض الغيب من أجل أن يعلم الناس صدق نبوتهم ورسالتهم. فأطلع الله عز وجل نبيه على هذا الغيب حتى يعلم الناس أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأطلعه الله عز وجل على هذين القبرين وأنهما يعذبان، ولعل ذلك رحمة من الله عز وجل لهذين الرجلين بأن أطلع عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل حتى يخفف عنهما العذاب. وبهذا الحديث يا عباد الله إثبات عذاب القبر، فالقبر نعيم وعذاب، وهذا معتقد أهل الإسلام. فمن أنكر نعيم القبر وعذاب القبر فهو كافر بالله، بعد بيان الأدلة له.
فقد دل القرآن ودلت السنة على ثبوت نعيم القبر وعذابه. فظاهر القرآن ما جاء في آيات كثيرة، ومنها ما جاء في الوعيد على فرعون وآله، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت هذه الآية على ثبوت عذاب القبر، والآيات كثيرة. وأما السنة فصريحة جدا في إثبات نعيم القبر وعذابه، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومنها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به في كل صلاة، أن نستعيذ من عذاب القبر. فعلينا يا عباد الله أن نستعيذ من عذاب القبر، وأن نعمل لنعيم القبر، فإن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فقد نجا. وفي هذا الحديث يا عباد الله من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن الذنبين اللذين وقع فيهما هذان الرجلان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في كبير في نظر الناس أو فيما يشق أن يتحرزوا منه، وإلا فإنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أي لكبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا نعلم يا عباد الله أن كثيرا من الذنوب قد تستصغرها الناس، ولكنها عند الله كبيرة وعظيمة. فهذان الذنبان صغيران عند الناس، ولكنهما عند الله كبيران وعظيمان. بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وكلها بمعنى واحد. فالإسلام يا عباد الله أمرنا بالنظافة، وأمرنا باجتناب النجاسة والقذورات، وهذا من كمال هذا الشرع العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن الرجل الذي يحب أن يكون نعله حسن وأن يكون ثوبه حسن، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأمر الشرع بالاستحداد وقص الأظافر ونتف الإبط وغير ذلك من الأوامر التي تدل على حرص الشريعة على النظافة والطهارة والبعد عن مقاربة النجاسة. ففي هذا الحديث رتب الوعيد على من لم يستنزه ويستبرئ ويستتر من البول، لأنه نجاسة، لأنه نجاسة، والنجاسة يجب أن تجتنب. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة يا عباد الله هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فهي من كبائر الذنوب العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل الجنة نمام. والنميمة يا عباد الله تفسد في الناس أكثر مما تفسد الحروب، ومما يفسد السحرة. ولذلك يقول يحيى بن أبي كثير: إن النمام والكذاب ليفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وانظروا يا عباد الله إلى حرص الشرع على الاجتماع والألفة والبعد عن الفرقة، أن الشرع حرم الصدق، حرم الصدق في النميمة، وذلك لأن الصدق في هذه الحالة يسبب الفرقة، وأحل الشرع الكذب في الإصلاح، لأن الكذب في هذه الحالة يسبب الاجتماع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن فوائد هذا الحديث العظيم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً بهذين الرجلين، أنه أخذ جريدةً أي عودًا رطبًا فشقَّه بنصفين ووضع على كل قبرٍ عودًا وقال لعلَّه يُخفَّف عنهما ما لم ييبسا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رحمةً بهما. وهذا يا عباد الله خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا الأمر لا يحدث إلا بوحي، والنبي يوحى إليه. وأما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يوحى إليه حتى يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أطلع نبيه على هذين القبرين وعلى هذين الرجلين، وهذا لا يتحقق في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم من الصحابة لم يفعلوا هذا، فدل هذا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث أن في هذا العمل لو عمله غير النبي صلى الله عليه وسلم لصار فيه سوء ظن بالأموات، وذلك لأن المرء لا يعلم عن صاحب القبر هل هو في نعيم أو في عذاب. فلذلك يا عباد الله، على المسلم أن يفعل الأمور المشروعة للأموات من الاستغفار والدعاء والصدقة وغير ذلك من الأعمال التي جاءت الشريعة بأنها تصل للأموات بعد انقطاع أعمالهم. فهذه يا عباد الله بعض الفوائد على هذا الحديث العظيم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم لمن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.